يا اهلا بكل حضراتكم في تاني فقراتنا الحواريه. فقرتنا دي هتكون فقره مش بس انا ونهواند اللي بنحبها الحقيقه، لا ده من خلال كتير جدا من تعليقات حضراتكم نقدر يعني نبصم بالعشره ان في محبين كتير جدا لهذه الفقره، فقره نوستالجيا النادي الاهلي. بس هنتكلم فيها النهارده تحديدا عن تاريخ النادي الاهلي وحكاياته وذكرياته في دوري ابطال افريقيا اللي حصل عليها طبعا النادي الاهلي 8 مرات حتى الان، وان شاء الله عن قريب نقدر نقول كلنا التسعه. أيوة. يا اهلي ان شاء الله. طبعا بينورنا في هذه الفقره دائما الاستاذ محمد صادق اللي عنده كم من الشغف غير مسبوق للنادي الاهلي ولانجازاته ولا تاريخه المضيء، وهو مدير مؤسسه الارشيف العربي. صباح الفل على حضرتك، منورنا. صباح الخير يا استاذ كريم. صباح الخير يا استاذ نهاوند. صباح الخير عليك استاذ محمد. انا بفرح لما باجي قناه النادي الاهلي واجيب تاريخ الجميل النادي الاهلي. جميل. ان شاء الله النادي الاهلي يبقى نادي القرن في افريقيا ونادي القرن على العالم ان شاء الله، زي البسج ابطال الدوري. هاجي المره الجايه ابطال افريقيا فوقيه ان شاء الله. ان شاء الله. طب احنا مش هنتكلم على صور بس، احنا عايزين حكاوي يعني اكتر. طب احنا هيبقى معانا صور وغيره، بس احنا عايزين نسمع منك اكتر استاذ محمد. احنا النهارده هنجيب حاجه جميله جدا، ان احنا هنتكلم ان شاء الله على تاريخ النادي الاهلي من اول بطوله 1982 الى اخر بطوله خدناها 2013. هنتكلم بالسرد كده ما بين بعض الاهداف، ما بين بعض الصور، من بعض النادي الاهلي، الاهداف زي الفرحه، كل ما يخص بطولات وتاريخ بطولات النادي الاهلي في افريقيا من 1982 الى اخر بطوله خدناها ان شاء الله 2020. ان شاء الله 2013 اللي احنا. يلا بينا يلا بينا اتفضل. شوف هنبدا 1982. كانت كنا احنا في 1981 كنا قريبين جدا ناخد البطوله، وصلنا دول قبل النهائي وكنا خلاص هناخد البطوله. دي صوره كويسه ان احنا بنتكلم، دي صوره النادي الاهلي وهو في استاد كوماسي وحامل اول بطوله في تاريخ النادي الاهلي، بطوله 1982. وكان في ماتشين، ماتش هنا وماتش هناك. الماتش الاولاني كان هنا في استاد القاهره 3-0، الكابتن الخطيب جاب هدفين والكابتن علاء مايوب جاب هدف. جميل. ورحنا هناك هم تقدموا بهدف وتعادل الكابتن الخطيب بايه؟ ب1-1 وحملنا الكاس. انا هنا ده الجورنال جايب الاهلي يتعادل مع بطل غانا 1-1، ده المباراه الثانيه. انا جاي هنا جميل قوي ان الجورنال والمجله جايبه الصوره والناس وجمهور الاهلي بيحتفل هنا في المطار في انتظار نادي الاهلي وهو جاي من غانا. دي اول بطوله في تاريخ النادي اهو. لسه بنقول جماهير الكره تهد طريق المطار. كانت عدد غير مسبوق لاول بطوله في تاريخ النادي الاهلي في افريقيا 1982. الخطيب بطل، يقول لك بطل الاهلي وافريقيا، احرز الهدف في كتوكو. هنا الناس كانت خارجه بتحتفل بمصر والاهلي والكابتن الخطيب اللي احرز الجون، اللي كنا احنا قلقانين قوي لان كان نزل الرئيس بتاع دوله غانا ارض المطار بالهليكوبتر وروح للجمهور بالخمسه ان هم هيكسبوا الاهلي 5. كنا احنا خايفين، كان في ساعتها سحر وشعوذه وحاجات زي كتير. لكن الاهلي طبعا في افريقيا معروفه من زمان، وهنقول القصه دي في البدايه. احكي لنا على قصه هو ممكن فعلا يحصل كده؟ ممكن، كل شيء موجود، كان زمان اعتقادات يعني. الاهلي بطل ابطال افريقيا. ادي الجون الجميل، كابتن خطيب الكوره في الهواء مسقطها فوق الجون اللي كان لابس كاب ساعتها، كان ظريف قوي ساعتها، كنا احنا بنتفرج على الاهلي وكان الجون بتاع كوتو كان لابس كاب. والجون الثاني من اروع الاجوان برضه هنشوفها ان شاء الله، ان من ناحيه اليمين بص الجون ده في اول بطوله هنا، ده كان الماتش الاولاني على استاد القاهره. وادي الجمهور العظيم، جمهور مصر والنادي الاهلي قاعد بيشجع الاهلي اللي بيحمل اسم مصر. ده الجون الهدف الاولاني. الهدف الثاني من الاجوان النادره الجميله الحلوه. هنا بقى الجون ده من كابتن مصطفى عبده من اليسار لليمين، كابتن علاء مايوب في السقف الجون على طول. ده الجون الثاني. الله. ده الجون الهدف الثاني، كابتن علاء مايوب اللعيب الجميل الجنتلمان الجميل اللي كان خط نص ما فيش كده يعني. ده 1982. والغريب هنا كابتن مصطفى عبده كان في الناحيه اليسرى من ناحيه مش ناحيه اليمين، غير من مركزه. الجون ده بقى يعني هنشوف اجوان بعد كده من يعني كابتن خطيب، يعني جون غير عادي من اجوان الكتيره المحترمه الجميله اللي فيها مهاره وحرفنه. شوف ازاي هياكل اللعيب ويعدي كل ما من رجليه وباليسار في الزاويه الضيقه. يا حلو. حاجه يعني ده بتقول جول غير عادي. هو كابتن بيبو كان عنده اي جول عادي قبل؟ شفت له قبل كده جول عادي؟ لا كل الاجوان فيها مهاره احترافيه مش طبيعيه طبعا. شوف الكوره في اضيق لاعب على يعني لاعب يعدي او الزاويه القريبه، وازاي الانحناء وهو بيجري من الفرحه والانبساط. كان الجون الثالث،
واغلب ماتشات الكابتن الخطيب بيلعب وهو مصاب. ده ماتش الثاني بقى هناك. ده الماتش الثاني هناك. كابتن مختار مختار من اروع الاجنحه اليساريه في مصر في تاريخ النادي الاهلي. وازاي كابتن الخطيب كان عنده اصرار يتابع الكوره وياخدها ويركنها. والجون ده عمل صدمه هناك في كوتوكو في وسط جماهيره. وكوتوكو دي قبيله اسمها الاشانتي. قبيله الاشانتي وكوتوكو قبيله معروفه جدا في غانا الى الان. فبطوله عزيزه جدا وكانت جميله وهي فتحت الباب بعد كده ان الاهلي ياخد بطولات كثيره. بعديها خدنا بطوله كاس افريقيا بس ابطال الكؤوس بقى ثلاث مرات 84 و85 و86 لكن هنا بقى يا كابتن مصطفى عبده هو رافع كاس افريقيا ومعاه الاستاذ عبد الاحد جمال الدين وزير الشباب والرياضه الاسبق واستاذ كمال الدين حافظ. كابتن مصطفى عبده نفس الشكل حد دلوقتي يعني بنشوفه على القناه يعني ما اتغيرش خالص. دي صور مختلفه من كام بطوله اللي الاهلي خدهم. واحنا بنتكلم انا عملت بودكا حلوه كده يعني المفروض اتكلم على ابطال الدوري بس لان انا جبت كمان ابطال الكاس في وسطيهم. يعني ازاي ابطال الكاس بقى احنا 84 كان ويندي 85 لفنتي 86 سجاره الجابوني ازاي الاهلي قدر من 81 بالرغم انه ما كملش قبل النهائي نقول من 82 ياخد اول بطوله لغايه 87 يوصل نهائي. اوكي. ورا بعض كل دي بتحكي قصه النادي الاهلي مع بطوله افريقيا بطل الدوري أو الاهلي البطل وثابت على على كاس افريقيا. ماتشة جميله شوف هنا طبعا. شوف هنا ازاي مصر كانت بتتابع النادي الاهلي. كابتن مصطفى عبده ده ماتش ايه اهو هنشوف بالاهداف ثلاثه ده اكيد ماتش سجاره الجابوني. احنا كسبنا هنا ثلاثه وهناك يعني مجموع المباراتين 3-2. كان قبلها دي ماتشة مختلفه ما بين كانون ياوندي وبعد كده لعبنا مع الفنتش النيجيري وبعد كده مع سجاره الجابوني قبل ما هنرجع بعد كده ابطال الدوري اللي هو 87 بعد كده. كابتن سبحان الله في تاريخ النادي الاهلي فعلا حاجه عظيمه ان حراس المرمى النادي الاهلي بيبقى لهم سبب رئيسي في انتصار النادي الاهلي. طبعا كابتن شوبير كابتن ثابت البطل كابتن اكرامي التاريخ بيقول الكابتن دلوقتي كابتن محمد شناوي يعني فعلا حارس المرمى عنصر اساسي جدا في بطولات النادي الاهلي. الحمد لله على مدار كمان التاريخ احنا الاجوال بتوعنا دايما الجول كيبرز يعني دايما ممتازين طبعا احسن من بعض. جول الاهلي وجول منتخب مصر يعني ما فيش كل يعني حراس مرمى كانوا بيحرسوا الاهلي حتى لو جول منتخب مصر. دي ماتش اللي بعد الاهلي كان بيلعب بره مصر ما بين الفنتس النيجيري ما بين سجاره الجابوني والهلال السوداني لما تعادلنا هناك 0-0 وكسبنا هنا 2-0 87. كل دي بعض اللقطات من بعض الماتشات وكل مكسب من مجموع لقطتين 2-1 3-2 كنا بنحافظ لان كانت المباراه ساعتها ده ماتش مع كانون ياوندي في 1984. مين اللي بيشوطها؟ مجدي عبد الغني. كابتن مجدي عبد الغني الكابتن شوبير كان نجم كابتن شوبير كان نجم النادي الاهلي في 84 و85 ثابت البطل كابتن شوبير هيصد دلوقتي وهو كان من احد اسباب فوز النادي الاهلي بالبطوله دي. دي بطوله 84 كانون ياوندي 1-0 هنا 1-0 هناك. هنشوف هنا ازاي يعني بتلعب هناك على ارضهم. انا مش شايفه اللعيبه فمش عارفه احدد عندنا مين. معلش بعيد شويه بس ده ما بين لا من عندنا انا عايز اعرف ده يا سلام كابتن شوبير شوف الكوره دي راح في اقصى الدوري وجابها ازاي خدت ايديه والعرضه وطلعت. كابتن شوبير يعني لا لا النادي الاهلي عظماء طبعا عظماء يعني في كل مركز في كل مركز صحيح من الجون لراس الحربه في كل مركز في عظماء وفي كل جيل وفي كل طبعا طبعا ده سيستم ماشي ولعيبه في كل مجال بيجوا غيره دي غيره جميله غيره كرويه عايزين يقلدوا الجيل اللي قبليهم يجيبوا بطولات اكتر يبقوا احسن يشرفوا ناديهم احنا كده اتكلمنا عن بطولتين لغايه دلوقتي احنا ماشيين بالترتيب حلو احنا 84 اللي احنا كسبنا فيها كانون ياوندي اللقاءات كان 1-0 هنا 1-0 هناك لعبنا ضربات جزاء كسبنا بتألق الكابتن احمد شوبير. جميل. احنا كده ماشيين بالترتيب ما بين دوري وكاس مش دوري بس اوكي يعني صح. الدوري 82 87 2001 2005 6 8 12 13 ان شاء الله 2020 ان شاء الله يا رب ان شاء الله ان شاء الله. فلو لو دخلنا بقى وجينا بعد كده هنخش بقى 85 فرقه الفنتش النيجيري كانت فرقه قويه جدا طبعا واثنين هنا وواحد هناك سجاره ثلاثه هنا واثنين هناك مجموع لقائين ده ماتش الفنتش النيجيري كان ماتش صعب جدا جدا جدا
وهنا نادي الاهلي كابتن ربيع ياسين، جوهرة السوداء الجميل، كابتن احمد رمضان، كابتن احمد مجدي عبد الغني، وكابتن الخطيب، نجوم تتلألأ في سماء افريقيا. هو نجوم النادي الاهلي، لو احنا اتكلمنا عن الاهلي نجوم تتلألأ. الجيل ده يخض اي حد بيلعب ضده. طبعا طبعا، كل جيل وليه ناسه، كل جيل وليه رجاله اللي بيشرفوا، وقبل ما بيشرفوا الاهلي بيشرفوا مصر اكيد. عشان كده النادي الاهلي هو يعني اسمه في افريقيا غير طبيعي، زي ريال مدريد في العالم، زي ريال برشلونه، ها، زي كل الفرق. وما زال يا استاذ محمد يعني احنا برضو فريقنا دلوقتي قوي، وان شاء الله الثقه كلها يعني فيه، وباذن الله كمان يشرفنا يعني ان شاء الله. لو خدنا البطوله دي انا بقول لك ان شاء الله الاهلي هيكون بطل القرن في العالم باذن الله. لان دلوقتي المنافسه الفرقه الوحيده في العالم العربي كلها في افريقيا اللي على مستوى عام بيعملوا حاجه اسمها نادي القرن في العالم. طبعا هو النادي الاهلي، النادي الاهلي هو اللي داخل البطوله دي، هتفرق معاه كتير، وان شاء الله بطوله السوبر هتفرق معاه كتير ان شاء الله. يا ان شاء الله لازم نكون الاهلي يلعب بكل روح، ولازم يبقى في مباراه لجمهور الاهلي، مباراه للتاريخ. الناس النادي الاهلي لازم يحط في دماغه 80 مليون ورا بيشجعوا. طالما اتكلمنا عن الاجيال الذهبيه للنادي الاهلي، احنا معانا على التليفون كابتن محمد عبد الجليل نجم النادي الاهلي السابق. صباح الفل على حضرتك يا كابتن، اهلا بيك. صباح الفل يا حبيبي، صباح الفل عليكم. الى اي درجه حضرتك مستمتع وانت بتتابع معانا انجازاتكم وانجازات اللي يعني الاجيال المختلفه الحقيقه للنادي الاهلي؟ والاستاذ محمد ايه متحمس حماس يعني. ازيك يا استاذ محمد؟ صباح الخير. ربنا يخليك، يا احرف من انجبته الكره المصريه. يا رب يخليك. يعني احنا كنا بنستمتع استاذنا، وان شاء الله خير يعني، احنا متفائلين كلنا ان شاء الله. توقعات حضرتك ان شاء الله، ان شاء الله التاسعه يا اهلي. التاسعه يا اهلي ان شاء الله. ان شاء الله ماتش صعب جدا جدا جدا، فرقتين حلوين، فرقتين المره دي انا حضرت، كان ليا شرف ان انا لعبت ماتش السوبر الافريقي اللي كان في يوهانسبرج. الاجواء ما كانتش زي دلوقتي بصراحه. بمعنى ايه؟ بمعنى ما كانش فيه السوشيال ميديا الكبيره دي للاعداد للماتش. يعني شايف اهميه الماتش بالنسبه للجمهور وبالنسبه للوطن العربي كله. طبعا حاجه كبيره قوي قوي قوي، حاجه تشرف مصر يعني بصراحه. صحيح. يمكن على ايامنا ما كان 93 94 ما كانش لسه في الدنيا زي دلوقتي كده. زائد ان كان ماتش بعيد قوي في يوهانسبرج، وكان لسه جنوب افريقيا راجعه، والدنيا ما كانتش زي دلوقتي. انما الماتش النهارده المره دي على ملعبنا مصر ضد القاهره الدولية، وبين فرقتين كبار. بس ان شاء الله باذن الله الاهلي هيعمل ماتش كويس، هيكسب ان شاء الله. اللي هيمسك نص الملعب كابتن المره دي هو اللي هياخد الماتش ان شاء الله. يا موسى الحاج ان شاء الله خير باذن الله. باذن يا الله يا حبيبي يا رب. عايز تقول حاجه محمد صادق؟ عايز كابتن، انا بحب كابتن احمد عبد الجليل، لعيب مخلص ولعيب جميل، وكان بينزل يعمل الفرق. خط نص ده حدش ياخد منه، ده تاخدش منه كوره. جميل، بيمتعك. احنا جمهور بنحب الكوره الحلوه اللي احنا مفتقدينها دلوقتي، مش زي الاول. يا كابتن عبد الجليل، عايز اسال كابتن عبد الجليل، حضرتك طبعا شفت انديه كتيره، ويعني مارست اللعبه في اكتر من نادي، وكمدير كفني كلعيب، ايه الفرق بين النادي الاهلي واي نادي؟ كل ما احترم لكل الانديه الاخرى صراحه. دايما دايما اقول الكلمه، مش عارف انت خدت الكلمه دي من على لساني. ايوه. لا بجد والله، انا دايما اقولها، النادي الاهلي في حته ثانيه بجد يعني. الدنيا الشمس بتبقى طالعه، ما ينفعش ما اقولش الدنيا طالعه، الشمس مش طالعه بجد والله يعني. عارف بص البلاغه في التعبير، ابن النادي الاهلي، ابن النادي الاهلي دايما طالعه وفي حته ثانيه يعني. اختصر الحدوته في الكلمتين دول الحقيقه. لعيب تاريخي طبعا، رجعوا التاريخ وشوف. دي امانه انا بقولها دايما يعني، النادي الاهلي كمنظومه، كاداره، كلعيبه، كجمهور، كاوضه لبس، كممر جوه اوضه اللبس، الحاجات دي انا عشرتها وشفتها. انا عديت في انديه كتير. لا النادي الاهلي تحس ان انت محترف بره بجد. انا مش بتكلم الكلام ده عشان انا اهلاوي، انا لعبت في الاهلي، لعبت في الزمالك، لعبت في الاهلي، لعبت مش عارف فين. الاهلي لا ليه طعم تاني زي ما بيقولوا.
ربنا يوفقنا ان شاء الله. يا رب. طيب كابتن محمد انا بصبح على حضرتك مش هطول. صباح الخير على حضرتك. انا عندي حاجتين بس عايزه سريعا اروح ليهم. الحاجه الثانيه هبدا بالثانيه، هتنورنا امتى في 10 الصبح؟ ايوه محتاجين حضرتك تنورنا، هيبقى شرف لينا حقيقي. ده شرف ليا بجد. ربنا يخلي حضرتك. والحاجه الاولى سريعا، انا من وجهه نظر حضرتك يعني اتكلمت على من اللي هيمسك او هيسيطر على خط الوسط ربما تكون فرصه افضل، ولكن برضو من وجهه نظر حضرتك هل احنا بنتكلم ان الضغط في الدقائق الاولى برضو ده ممكن يكون لمصلحتنا؟ يعني هنا الفكره ان احنا نضغط زي ما عملنا في الماتشات اللي فاتت وحققنا فيها فعلا انتصار كويس. برضو سريعا يا كابتن محمد اتفضل. هي دي حقيقه فعلا. انا شايف ان الاهلي لما بيضغط اول ربع ساعه وبيخلص الماتش دي مهمه جدا. يعني الاهلي دايما الحته عنده حته الضغط دي وحته اول ربع ساعه دي، لو خلص الماتش فيها جون او اثنين ممكن يخلص. لو طولت شويه جس النبض بين الفرقتين الماتش هيبقى رايح وجاي شويه. صحيح. انما انا عارف ان الاهلي بينزل يخلص على طول وبيبقى ضاغط. الاهلي فيه مميزات كتيره قوي، والزمالك برضو عنده مميزات، نص الملعب كويس، فراوده كويسين. احنا عندنا ميزه مش موجوده كتير عند حد، الروح. صح. روح الفانيلا الحمراء دي مش اي حد بيعرفها، او مش اي حد بجد بجد بجد. احنا في اعوام كتيره كوجك والله 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 ساده يا فندم، كنا مستوانا كان لعيبه كنا اقل من فرق كتير، بس كنا بناخد الدوري وكاس افريقيا وكاس. ليه؟ مش عشان لعيبه كتيره حريفه في الملعب او نمره واحد جمهورنا، نمره اتنين روح الفانيلا الحمراء دي والله مش موجوده كتير. صح، اتفق مع يعني حضرتك. دي ده السر بتاع نجاح النادي الاهلي. اتفق مع حضرتك. نورتنا كابتن محمد، شكرا للمكالمه الغاليه دي. كابتن محمد عبد الجليل نجم الاهلي السابق. ويمكن كمان بقى انا هزود هنا كمان روح النادي الاهلي دي كمان مش بس في النادي، دي في القناه والله. يعني بجد والله العظيم ده كمان ظاهر هنا او عندنا في مدينه الانتاج، يعني في القناه الروح، يعني زي ما بنقول كده الكيان الكل تحتيه. ف نتج عنه ايه؟ ان القناه في فتره بسيطه بقت خدت حقها رب العالمين على مستوى العالم العربي، ولسه دي كده البدايه بتاعتنا. بقى 20 سنه و15 سنه و10 سنين. صحيح. وفي قنوات كلام اكتر من العرض، وبرغم كده انتوا بالروح الحب ديت عملتوا بقت القناه من مش كان في جايزه قريب جدا؟ طبعا. صح كده؟ من ايام كنت انا فرحان وسعيد جدا ان قناه النادي الاهلي في فتره وجيزه قدرت تنول رضا المشاهد والناس كويسه تتابعها. ما لازم تفرح يا استاذ محمد بحضرتك جزء من الكيان برضه. أشكرك. ده انت مؤرخ الكيان. ده شرف ليا. ربنا يخليك. واحنا عايزين نرجع تاني لتاريخ النادي الاهلي ونقول تاريخ عظيم، واحنا بنعرض ده للناس نقول التاريخ اهو. احنا بدانا 82 ابطال افريقيا، 84 خدنا 83 وصلنا برضه نهائي، وحصل جون مش عايزين نقول خسرنا في 1-0 بعد المشكوك فيه، والتاريخ بيقول كده وكل حاجه متصوره. 84 خدناها كوني يوندي، 85 لفنتس، 3 هناك و 3 هنا و 2 هناك. فلتكن بقى مرحله منتصف الثمانينات هي الحاجه اللي نبتدي مع حضرتك لقائنا القادم بيها ان شاء الله. ان شاء الله. نورتنا وشرفتنا وسعدنا كالعاده بوجود حضرتك معانا، والحديث بقيه اكيد ان شاء الله. يشرفنا يا كابتن. شكرا ليك يا استاذ محمد حقيقي. ربنا يخليك. انت هتبقى معانا الفقره اللي جايه ولا هتوحشنا اللي جاية بقى؟ فقرتك انا هتوحشنا بقى يا كريم. فقرتك اللي جايه ان شاء الله حضرتكم ان شاء الله تستمتعوا مع نهواندي بيها باذن الله. ان شاء الله كريم هيبقى معانا بكره من بدايه الحلقه، بس الفقره اللي جايه لان هيكون ضيفين زي ما احنا متعودين تبقى فقره كريم وفقره انا، هينورنا ضيفين من قصار القامه هم ابطال في التنس. فاصل سريع وهنرجع نكمل.